وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني في ميانمار بسبب الانقلاب العسكري، أمر الجيش بحجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وزارة النقل والاتصالات أبلغت الشركات المسؤولة بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحجة أن الموقع يسهم في زعزعة استقرار ميانمار. الانقلاب العسكري في ميانمار الذي قاده الجيش لاقى سلسلة تنديدات من كافة أنحاء العالم. نتابع. Thank you.